السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع حلقة جديدة من قناة مستر جيمر. النهاردة ناوي أوريكم ازاي تحمل أي لعبة على البي سي فري ودايركت لينكس. يلا بينا. إيه بس كده، احنا هنبدأ دلوقتي. احنا بنفتح كروم وبنكتب اوشن جيمز دوت دوت كوم اوشن اف اوشن اوف جيمز دوت كوم. وانا اللعبة دي ناوي احملها زي ما شوية. انا هشرح طريقة التحميل دلوقتي، بس يلا. all comments great, so thanks you so much. فاطمة دي صاحبة البتاع، صاحبة الموقع. joking calling comments مش موضوعنا احنا. زي ما انت شايفين ده، اول ما تفتحها وتعمل سيرش على اي لعبة انت عاوزها، كاتافي دي اللي عليها ضغط، كاتافي updated unlimited كاتافي سيناريز ايه باتل فيلد. نو سيرش برضه. Battlefield حق هو في من 1 لحد 3، انا كنت بشوفهم دلوقتي من 1 لحد 4 قصدي. لا بقى دي شكلها جامد اقسم بالله. ما بتكسب شوتينج جيم قصدي، وهي هي موجودة بس أنا كاتبها غلط. بان بان تو في يوت يوت موجودة يا جماعة. ايه باتل فيلد 1 وباقي حاجات كده. باتل فيلد 2 باد كومباني باد كومباني باد كومباني ايه وايه تاني؟ باتل فيلد 3 باتل فيلد 4. شوف السبيك بتاعت باتل فيلد 3 requirements. CPU intercom primary to primary role يعني اشتغل عندي. Battlefield 4 فكر احمل دي، بس مساحتها 13 جيجا. حملها لما نجدد النت. انت كور 2 برضو. هي Battlefield كلها انت بتاع ال CPU بتاعها قليل ليه، ما عدا انتل باتل فيلد 1 معرفش اقوى حاجة. زي ما انا بقول قوية اقوى من مش موضوعنا. بس انا طريقة التحميل بقى دلوقتي، انت بتختار اللي انت عايزه. ممكن نورمال سبيد ماشي. ايه ده مخايف؟ طب نشوف دي ايه. ويندوز دول كور رام 2 جيجا، دي مساحة، دي مش محتاجة واي فاي. طب استنى نشوف حاجة دي رايت. رايت طريقتي الخاصة ان انا عشان بكتب معظم الجمل غلط. تويلايت
انا هجيبها. دينج لايت دي دينج لايت اهي باير تكون حلو. حلو ال requirements انت الكور برضو. تعال نشوف حاجة تانية. left for اللعبة قديمة بس حلوة. 2D جديدة بالنسبة لي. رام 1 هتبقى حلوة. عموما احنا بنجيب دي داونلود. استنى ما تحمل. نقفل دي. نقفل دي. تعال سي واي دي هاي performance cloud. اسف يا جماعة على الصوت لو الايام دي بايظ، عشان ان شاء الله ان شاء الله الايام الجاية تظبط. ان شاء الله هبقى اظبط كام حاجة في اللاب كده ان شاء الله تظبط الصوت. زي ما انتوا شايفين كده بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط ده كده. استنوا هيجيب ويب سايت جاية وكده هيتحمل. performance indicated server developing apps بيتأكد يعني انك مش انت اللي عامل اللعبة، عشان ما يقفلكش الموقع من التحميل وكده ويمنعك وكده. دلوقتي انت ممكن تحمله بسبب كان display your surplus assets or delegated طب بتمين ثانكيس يا معرفش فرق ايه. زي ما شايفين هو بدأ يتحمل 2 جيجا. قشطة حلو. ايه 100 بس كده يا جماعة. كده تكون خسر حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم. ها السلام عليكم.